كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وهنكون معاكم كل يوم على قناتنا قناة الحياة في نفس الميعاد طوال شهر رمضان الكريم، وهنقدم لكم وصفات وجبات وأكلات نتمنى تكون عند حسن ظنكم. أغلبيتها هتكون وجبات اقتصادية عشان خاطر عيونكم، وهيكون معانا شيفاتنا الجمال طوال الشهر بوصفات مختلفة وجديدة. وخلونا دايما بنحب نفتتح الشهر كده عندنا ومطعمنا في 4 شارع الشريف بشيف منامينو منى الطرابيسي. كل سنة وانت طيبة. انت طيب. منورانا. ربنا يخليك. يا ست الكل انت. منورنا دايما. مين؟ انت. لا المشاهدين هم اللي منورين. منورنا طبعا حبيبنا. دول اساسي يعني. هم دول اللي بيخلونا نكمل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلو قوي اللي انت لابسه ده عشان معمول بال خياميه، شغل الخياميه، شغل فيري نايس. انت كويسه؟ الحمد لله. سفره واحد رمضان قالت لي انا عايزه ابتدي بالحلويات، اول حاجه اعملها كده اول حاجه نعملها حلويات. قلت لها يلا، فعامله لنا صنف حلويات النهارده اللي هو عاملين كيكه الزبادي. كيكه الزبادي ومستخدمين فيها المراعي، زبادي. أيوة. المراعي، والمراعي معانا طول الشهر باكلات وصفات حلوه جدا ومختلفه جدا، بنشكرهم على ثقتهم فينا. بعد كده هنعمل كفته داوود باشا بطريقتي، بطريقه منامينو، وسلطه بطاطس بالبصل المقلي، وسلطه بطاطس بالبصل المقلي. طيب، واحنا بنقول المراعي يعني عندنا اصناف واحجام كتيره جدا من الزبادي، في العبوات الموفره، عندنا الجريك يوجرت الزبادي اليوناني باشكال ونكهات مختلفه، وفي منهم اللي الفات او الدهون اللي فيه قليله جدا قد تكون معدومه فيه، ودي حاجه جميله جدا من المراعي. عندنا الزبادي اللي بالفراوله، عندنا الزبادي اللي بالتوت، عندنا الزبادي اللي بالخوخ، والزبادي اللي بالمانجا، غير كمان اللبن الرايب واللبن اللي بالفراوله. وخلال الشهر الكريم هيبقى فيه وصفات كتيره جدا مختلفه هنعملها بزبادي المراعي، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. طيب قبل ما نبتدي ونعمل كيكه المراعي خلونا نشوف فاصل ونرجع لكم مع منامينو. وخليكم على سماحة. نبتدي بقى اول اكله معانا في شهر رمضان الكريم، ومنامينو اختارت انها تكون كيكه، كيكه بالزبادي، ومختارين زبادي المراعي. واهلا بيكي مره ثانيه، منورانا كالعاده. فكرينا كده دي الكيكه بتاعتنا، كيكه الزبادي. أوكي. بزبادي المراعي عليها جوز هند. جوز هند للي يحب. اوكي برافو عليك. قول لنا مقاديرها. نقول المقادير. اتفضلي. كيكه الزبادي، علبتين ونص زبادي المراعي، كوبايتين دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، كوباية سكر، بيضتين، نص معلقة صغيرة بيكربونات صودا، ربع معلقة صغيرة فانيليا، وللشربات كوباية مية، كوباية سكر، عصير ربع ليمونة، وربع معلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة سمنة. الله، يلا بينا. والمقادير فعلا سهلة. يلا. وأول طبق هنعمله طبق حلويات، وعشان مشاهدينا إيه؟ ينبسطوا. حلوين. عشان مشاهدينا إيه؟ حلوين. حلويات. يلا. يلا نبتدي نعمل إيه بقى؟ ونضرب هنضرب إيه؟ الأول هتحط كوبايتين ونص زبادي من العبوة دي. أوكي. ممكن تسلكي لي ده؟ هتعرفي ولا أنت من النوع اللي ما بيعرفش يسلك الحاجات؟ بسلك كل حاجة. هنشوف بقى هتاخد وقت قد ايه في التسليك ده. عايزه علبتين ونص. علبتين ونص زبادي الحجم ده. اوكي، علبتين ونص. ادي اول ما يعادل كوبايه. سلكتيها ولا لسه؟ ايوه. شاطره. عيب يا شريف. خبره. ده انا منامين. والاجر على الله. والاجر على الله. اهو. انت قلتي لي كام معلش؟ كوبايتين ونص. كوبايتين، ويعني تفرق. طبعا في المقادير اي حلويات المقادير لازم تبقى زي ما الكتاب بيقول. صح كده عشان تطلع مظبوط. لان دي كلها تفاعلات كيميائيه بسبب درجه الحراره. كيميائيه. يس. اوكي. طيب هنحط عليها كوبايه السكر. حاضر. ها
هنحط على كوبايه السكر بحالها بحالها. اوكي انت هتفضلي مركز ماسكه السلك كده لحد ما لحد ما نحطه في الفيشه. يلا انجاز انجاز انجاز. يلا والسكر كل ده سكر كوبايه مش لا كتير. ولسه كمان هتتسقي شربات حبيب. وما تقوليش مش هسقي لازم تتسقي. لا ممكن ما تتسقيش. لا رمضان فايه فنبذر في السكر. بص دي حلويات شرقيه بالشربات هي اللي قالت انا ماليش دعوه. اه بعد كده فين هنتفضل خلاص بس كده. اه اوكي هنضربه كويس قوي قوي مع بعض وبعدين هنضيف البيكنج باودر والبيكنج صودا وحذاري تزودوا حذاري بتهددكم. اه تزودي عن ربع معلقه بيكنج صودا او بيكنج باودر لان بتمرر العجين. حذاري حذاري يا اولاد اوعوا. اوكي اللهم اني صايم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب لحد ما يدوب السكر تماما وبعدين هنحط البيض مع الفانيليا. يلا بيضتين. فين الفانيليا؟ هجيبها حالا دي. اه اهي يلا. اوكي وبعدين وبعدين هنخلط البيكنج باودر والبيكنج صودا بالدقيق وبمعلقه هتديني الخليط ده بالتدريج على الدقيق. عايزين نضربهم برضو صح كده؟ اه بس خفق خفيف. خفق خفيف. احكي بقى للناس بص لهم كده. بص لهم اهو اهو احكي لهم عملنا ايه لغايه دلوقتي. حطينا الزبادي عبوتين ونص من زبادي المراعي على كوباية السكر وانضربت حلوة قوي قوي لحد ما داب السكر. وبعدين حطيت البيضتين مع الفانيليا وربينا ضربنا تاني كويس قوي. ايه ربينا دي؟ ضربنا ضربنا ربينا البيض الاول وضربناهم مع بعض وبعدين خلطت الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وهحطهم على الخليط ده مع الخفق الرقيق. يعني ايه رقيق؟ يعني بالراحه. لا لا انا بعمله ده غلط ولا صح؟ ما لا هو خلاص تقلبتين وخلاص. المهم يختلط كل المقادير. في الاثناء دي هدهن قالب بفتحه من النص. انت مش عايزه دي خلاص؟ لا خلاص دي ما تتوقف. وفرنا في المواعيد. قالب بفتحه من النص مقاسه 20 سنتي اوكي وهبطنه بالسمنه وبالايه؟ بالدقيق. قبل كده خالص قبل ما ابتدي الشغل بولع الفرن على 180 درجة حرارة كده. مبسوطة؟ تمام. ايه رأيك؟ حط هنا حلوة قوي. لا انا بقى هعمل كل حاجة. طب في نفسك عايزين نفسي نفسك فين؟ اديني فرصتي. طيب يلا عاوزة بقى معلقة كل حاجة جايلك حالا. انزل كل ده يا فندم. شايفين سهلة ازاي؟ هدخلها الفرن السخن على 180 في الشبكة الرف الوسطاني وأسيبها ساعة إلا ربع أو لحد ما تستوي وأختبر السوى بتاعها بعود خشب بتاع الشوي أو بسكين. أول ما تخرج من الفرن هنغزها ولا اغرزها؟ نغزيها. نغزيها يعني خرمها خرمة صغيرة عشان الشربات يخش. ايوه تمام. اللي احنا مش هنعمله. لا الشربات بقى هيكون احنا مش هنعمله. لا مش هنلحق طبعا. لا مش حكيت نلحق احنا مش هنعمله اصلا. مش هنعمله. كفايه السكر ده كله يا حاجه. مش هنعمله في بيتنا؟ لا في بيتنا هعمله. تخرج من الفرن هسقيها بالشربات البارد. ملحوظه فكره الزبادي الشربات كوبايه سكر كوبايه ميه وعليه ربع عصير ليمونه وفانيليا ومعلقه سمنه بلدي. اه عشان تلاحظوا ان الكيكه دي ما فيهاش. ومين سخن ومين مش سخن؟ لا طبعا هو بارد وهي سخنه. هي سخنه هتطلع بالشكل بالمنظر ده حاجه جميله. اول اكله عملناها لمشاهدينا اكله حلويات وهي كيكة الزبادي. احنا قلنا نعمل حاجة مختلفة وجديدة. هي في الغالب كل الناس اول يوم في البرامج يعني هيعملوا حلويات بسبوسة كنافة قطايف الحاجات دي. احنا قلنا نعمل حاجة مختلفة بس هنعمل لكم برضو الحاجات دي خلال شهر رمضان الكريم. طب كده ناقصتنا داود باشا
وسلطة البطاطس. البطاطس بالبصل المقلي. بعد الفاصل. بعد الفاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، رجعنا لكم مره تانية. ومن امينه دلوقتي محضره صنف، بس قبل الصنف اللي هي محضره خليني كده بس افرجكم المراعي وحاجات مراعي اللي معانا، وهنستخدمهم طول الشهر باصناف مختلفه كتير قوي. هقوم كده منوره يا من امينه. الله ينور. طيب هنبتدي بالجريك يوجرت اللي هو الزبادي اليوناني. هنا عندنا العلبه اللي لونها روز اللي هي أقل دسم، خلاص. وهنا في العلبة الزرقاء الغامقة اللي هو سادة وخمسة في المية دسم، خلاص. وبعدين عندنا العلبة اللي لونها أزرق فاتح سادة 2% دسم، دي 2% دي 5% ودي 0.2% الأقل، خلاص. هننزل بقى تحت هنا اهو، هنلاقي عندنا في الزبادي اللي بالتوت، والزبادي اللي بالتوت الخاص بالمراعي يجنن بصراحة. الناحية التانية هنا عندنا زبادي الفراولة، جربوه هيعجبكم قوي قوي، في قطع فراولة. وعندنا كمان الجريك يوجرت اللي بالفراولة تحفة. نيجي ليه هنا هوت في رايب المراعي، وفي المشروب الزبادي اللي بالفراوله برضو من المراعي. هنا في علب عليها اوفر اللي هو الزبادي التوت اليوناني اللي هي بنوفر 15% وبيبقى في يعني بنشتري الاثنين مع بعض. هنيجي بقى هنا اهو، عندنا هنا زبادي مراعي بالخوخ حجمين، عندنا زبادي في التارت الفراولة، وعندنا الزبادي اللي بالمانجا، وكل الحاجات دي هنستخدمها في البرنامج عندنا. وعندنا الزبادي السادة بأحجامه المختلفة، يعني احنا في أول الحلقة استخدمنا الزبادي وعملنا بيه كيكة الزبادي. دلوقتي انت هتعملي كفتة مين؟ داود باشا. داود باشا؟ يلا قلنا المقادير. يلا كفتة مين؟ كفتة داود باشا، نص كيلو لحم مفروم، بصلة متوسطة مبشورة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة توم مفروم، معلقتين بقسماط مطحون، معلقة كبيرة نعناع ناشف، ملح وفلفل وزيت. وللصلصة نص كيلو عصير طماطم، بصلة مبشورة، زيت، ملح وفلفل. يلا بينا. حاجة شيء عظيم عظيم عظيم. كله تمام؟ هنسيب دي هنا؟ لا. ولا لا؟ لا مش عايزة اشوف ده ايه. نبتدي بقى بال هنا؟ الأول هنضرب دي في الكبة. في الكبة الأول؟ وبعدين أنا هقول الخطوات وبعدين على ما تنضرب هنقول. حاضر. هنضربها في الكبة وبعدين هنعملها كور مش كبيرة، كور صغيرة، ونحطها في الزيت ونشوحها تشويحتين كده. طيب نمشي خطوة خطوة. أنت الأول هتضرب. نمشي خطوة خطوة، ما تستعجلينيش. لا أنا مش هستعجلك، أنا بكلمهم. هنحط هنا إيه؟ هنحط اللحمة المفرومة، هنحط البصل، لحمة مفرومة، كمية بصل كبيرة يا ولاد. أيوة. والبقسماط، بقسماط عشان تمسك. أيوة. و البيكنج باودر، بيكنج باودر، والثوم النفشة. وإيه ده؟ ده دي بقى التكة. إيه بقى؟ النعناع الناشف. النعناع الناشف أهو. أنا بعمل كفتة داود باشا بحط نعناع ناشف فقط. أوكي. ما بحطش بقدونس. في حاجة تانية هنضربها؟ لا، الثوم. 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 وملح وفلفل وبهارات. ملح وفلفل أحط؟ يلا. يلا. ساعديني. مع دي مع بعض. بس. ما بحطش بهارات لأن البهارات هتكرف على تكرف.
عارف النعناع الناشف، انا عاوزاها نعناع ناشف بس، وده الاختلاف بينها وبين اي كفته. يعني انت اخترعتيها؟ لا ما بخترعش، دي بتاعت ماما. اللهم اني بتاعت صائم. امي وجدتي. اللهم اني صائم. امي وجدتي والله، كان ماما تقول لي التكه بداوود باشا يا منى النعناع الناشف. عايزاها معجونة. ايه نضرب ايه بقى؟ بنضرب البصل والثوم والبقسماط المطحون والبيكنج باودر والملح والفلفل والنعناع. ونعمناها قوي. يلا يلا بينا، حطها لي بقى هنا. تأموري. ربنا يخليك يا شيخ. ايه هعمل ايه بقى؟ هحط طاسه على النار وفيها معلقه زيت او معلقتين، معلقتين زيت ثلاثه حلوين كده. احط دي دايما بتتوهي بال، ما اعرفش اصل لازم يكون جنبي هنا حاجه احط فيها الحاجات دي. ايوه وانتوا مش بتحطوه. يلا حط لي زيت بقى يا شريف بليز. بتتأمر عليا أمارة. مع زيت في دي ولا في دي؟ في دي. اوكي حلو كده. اذا كمية؟ يعني عشان انا هعمل فيها كمان الايه الصلصة. صلصة مع بعض؟ بعد ما احمرها واشيل هكورها يا جماعة كور. يبقى التكة ايه؟ التكة نعناع ناشف وبصل وتوم فقط. وجربوا وهتنبسطوا. هيدعوا عليك. لا 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 بدون بيدعوا. هيدعوا لك. لا هو كل الناس بتحبك وبتدعي لك. انا بهزر معاك. انا عارفه. في منك اثنين. زقت؟ طبعا على طول. احط دول؟ حطوا واي نوت. هما دول مش هما اتعملوا؟ معمولين بس مش مشكله. نحطهم تاني. بس خلي بالك علشان في ما تجيش ناحيتك. كفاية بقى كده. خلي الطبق عشان ايه هنشيل فيه بعد ما نحمرها شوية صغيرين. ننشلها. حط دي بقى هنحطها في طبق ايه تاني. وفي نفس ال في طبق بقى وهعمل في نفس الطاسة. الزيت انت عايزة نفس الزيت. ايوة. الصلصة. ايوة. اوكي. مش جاهزة؟ جاهزة. يلا شيل نفس الزيت هنستخدمه هنعمل بيه صلصة داوود باشا. هنحط البصلة. ثانية واحدة بس. ايوه ما انا مستنياك. اهو الزيت بقى هيبقى نازل فيه الجوز بتاع الكفتة. البهريز. انت تقول جوز انا اقول بهريز. انا لا انا المفروض اقول بهريز برضه. عيب اللي انا قلته ده. ليه ليه؟ لا المفروض نتكلم بالعربي. اتفضل حط برضه. طب انا اديني. طب يلا نقلب. عاوزين البصله تصفر تخش على الايه اللون البني الغامق شويه. وبعدين هنحط معاها الثوم. والثوم عاوزين البصله ايه تبقى ذهبي. اهو هنحط بعد معاها ايه. بعد كده هنحط الصلصه وملح وفلفل. احط انا؟ قلبي انت بس حضرتك. يعني وهنسيبها تتسبك شويه وهنرجع نحط فيها الكفته وحبه ميه ونهدي النار وتستوي وتتسبك على مهلها. حلوة. وتتقدم مع رز ابيض. يلا خشينا على الاكل اللي بعدها. حاضر. يلا السلطه. طب انت خدت مني البتاع السلطه. يلا سلطة بطاطس بالبصل المقلي. نص كيلو بطاطس مكعبات مسلوقة، حبتين بصل أحمر حلقات، حزمة كزبرة خضراء مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة خل، ملح وفلفل وزيت، وللتزيين كزبرة مفرومة. يلا نعمل يلا إيه بقى؟ هنحط زيت. زيت برضو. الطعم اللي بيدي طعم للسلطة دي البصل المقلي والكمون. انت مكرملاه. أيوة. ويكون بصل أحمر. أحط
ونحط الثوم. اقلب انا طب ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف ولا ادي اوامر ولا انت تأمري يا حبيبتي؟ بس كده خلاص، تحت امرك يا فندم. كمون عشان يتحمص. مين يتحمص؟ هو مع الكمون. كده اديله تقليبه، ملح وفلفل. قلب حلو بقى وبالراحه اهو. يلا دخلنا بقى البطاطس. لا لسه. هنحط الكزبره. معلقه خل بقى عشان تطفي النار اللي في قلبي. وبعدين البطاطس. يلا نزل البطاطس بس ونقلب، ويتغرف في طبق التقديم وعليها رشه زيت وكزبره خضراء وبالهنا والشفا. عملنا ايه النهارده بقى؟ عملنا كيكه الزبادي بزبادي المراعي، عملنا كفته داوود باشا، عملنا سلطه البطاطس بالبصل المقلي. احلى سفره. شكرا من امين، وكل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. ودي كانت اول حلقه معاكم في شهر رمضان الكريم. هنكون معاكم كل يوم على قناتنا قناه الحياه في نفس الميعاد. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم.